الجزاء أمام جوردي ماسيب. عموري يتحرك، عموري يلعب كرة، سجل يا أفلاطون، سجل يا فيلسوف، سجل يا عموري. أفلاطون كرة الخليج ونجم آسيا الأول، حطها بفلسفته الخاصة عموري في مرمى برشلونة، في مرمى برشلونة. الليلة 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 الليلة، الزمرد الأخضر محلى لونه، يسجل هدفه في مرمى برشلونة، هدف أول لصالح النادي الأهلي. عموري حطها في قلب المرمى، هدف أول لمصلحة النادي الأهلي. كان عموري عموري عموري، أوه عموري أمر الدوحة كذا أهلي وبحر، عموري أمر الدوحة كذا أهلي وبحر. يسجل الآن عمر عبد الرحمن وبطريقة فنية رائعة يضع، يا سلام في شباك البرصة وفي شباك مسيب عمر بطريقة رائعة جدا، لأنه رائع لا يأتي إلا بالرائع. عموري أمام برشلونة، عمر عمر بن أبي السلام، خط آسيا الكبير، عموري الكبير، وسجل لصالح النادي الأهلي بطريقة قمة في الاستعراضية. لستم أنتم فقط يا أهلي كتالونيا من تستعرضون، فلدينا عمر يقدم المتعة، عمر يقدم الإثارة، عمر يقدم اللقطة، عمر من ركلة الجزاء في مرمى برشلونة. خذوها لعموري لأن عموري خليلها وحبيبها وفنانها ومعشوقها وأفضل لاعب في آسيا يسجل. النجم الإماراتي، الموهبة الإماراتية الكبيرة عمر عبد الرحمن. يا ولد يا ولد يا ولد، جميلة من عموري، نعم ركلة جزاء لكن تنفيذ في منتهى الروعة من جانب عمر في شباك برشلونة. هدف أول أهلاوي، هدف للنادي الأهلي بطريقة جميلة من عمر، لكي يؤكد الجميع على كمية اللي عنده، على كمية اللي أو حجم الموهبة التي يمتلكها حتى أمام برشلونة. تسجلون أهداف بمختلف الوضعيات، هذا عمر يضعها بطريقة رائعة أيضا في شباك برشلونة من علامة الجزاء. 3-1 في هذا الشوط الثاني الآن، هدف أهلاوي مهم من أجل العودة. دقيقة bir Panenka penaltısı. Durum 3-1. Güney Amerika takımlarında, Brezilya takımlarında tribünlerde farklı müzikler, Afrika takımlarında farklı müzikler ve doğal olarak Suudi Arabistan takımlarında da farklı müzikler duyuyoruz.